الآن نتكلم عن الموضوع الثاني من المودل اللي هو عنا مودل verbs for possibility. عنا المقصود فيها عنا نتكلم عن الأفعال برضو الشكلية للإحتمالية. طبعا هذا الموضوع رقم اثنين. الموضوع رقم واحد تكلمنا عن prohibition and necessity. الآن نتكلم عن مين؟ عن درس البوسيبيليتي اللي هي مين؟ اللي هي الاحتمالية. لازم أنا أفرق بين الموضوعين، هذا كل موضوع موضوع مختلف. الآن بداية يعني بنحكي شو اللي هي أنواع السؤال اللي ربما أن تطرح في اختبار مين؟ الوزارة. عندنا أوكي الموضوع الأول اللي هو أصلا موجود في المنهاج الدراسي، موجود عليه طبعا مثال واحد اللي هو إعادة كتابة الجملة، اللي هو عندنا اللي هو الريرايت، إعادة كتابة الجملة. ممكن أن يطرح السؤال كما هو أيضا موجود في المنهاج الدراسي أوكي اللي هو المالتيبل تشويس كسؤال اللي هو ضع دائرة. معناته بدنا نعرف بداية إنه السؤال أوكي بدنا نركز إنه بيجي عندنا ريرايت إعادة كتابة الجملة، وربما أن يطرح هو سؤال كدع دائرة، وراح أطرح سؤال دع دائرة الموجود في المنهاج الدراسي لاحقا. الآن بنركز إحنا ما هي الأفعال الشكلية اللي إحنا بنستخدمها في الاحتمالية، ونعرف كل واحدة منها حتى تكون المعلومة واضحة. الآن المودل اللي أنا بستخدمها في البوسيبيليتي، أول واحدة اللي هي عنا المودل ماست. وإذا لاحظتوا بالكتاب الدراسي كان في عنا سؤال هو دع دائرة، عنا رقم اثنين اللي هو عنا المودل كانت، عنا رقم ثلاثة عنا اللي هو المودل مايت، وكان موجود عليه سؤال اللي هو ريرايت إعادة كتابة الجملة. عنا خلينا نشوف إنه كل واحد ليش بستخدمه. بس بداية لازم تفرقوا إنه في البروهيبشن أوكي هذه كمصنت، أما عنا نتكلم عن مصد للتحدث عن مين؟ عن البوسيبيليتي اللي هي المصد بمعنى يجب، عنا كانت بمعنى لا يمكن، وعنا مايت بمعنى مين؟ بمعنى ربما. الآن ليش بستخدم أنا أو شو هي الاحتمالية اللي أنا بستخدم فيها المودل مصد؟ عنا طبعا مصد نعطيها تعريف بسيط متى بستخدمها. عنا المصد بنحكي هنا strong conviction that something is or was true. بمعنى نستخدم must اللي هي للتوقع مين أو الاحتمالية مالها القوية، that أن شيء ما is إنه مثلا يحدث أو حدث. يعني معناته لازم أنتبه كمان وين وأنا شغال على زمن مين؟ على زمن الجملة. معناته must تستخدم للتوقعات أو الاحتمالات مالها القوية، ولكن عندنا عكسها أوكي اللي عندنا can't لا يمكن، ولكن أوكي برضو بدنا نفهم إنه can't أوكي نفس أوكي يعني خلينا نقول نسبة المئوية في الإيش التوقع. عندنا برضو strong conviction that something isn't or wasn't true. معناته بنلاحظ بتعطينا مالها يعني خلينا نحكي احتمال قوي، ولكن عن طريق مين؟ النفي. معناته الاحتمالية هنا بالإثبات في must، ولكن الاحتمالية بكانت مالها بعملية النفي. معناته نعطي تعريف هان لها برضو توقع أو احتمالية أوكي قوي that أن something شيء ما isn't يعني لا يحدث أو لم يحدث سواء بالحاضر أو بالماضي. معناته بنعرف إنه المست والكانت بنستخدمهم للمين؟ للسترونج كونفينكشن، يعني هنحكي هنا على الاحتمالية القوية. بس مست في عملية الإثبات، ولكن كانت أوكي احتمالية قوية في إيش؟ في عملية مين؟ النفي. نيجي على مايت. مايت 100% عكس مست وكانت. طبعا المايت
معناها ربما معناته الاحتمالية ليست قوية، هي احتمالية مالها ضعيفة، معناته might نحكي عنها weak conviction توقع ضعيف that something is or was true. يعني هان عنا هو توقع ضعيف يعني احتمالية ضعيفة ذات أن شيء ما is or was true يحدث أو مين أو حدث، معناته الاحتمالية مالها ضعيفة. معناته بدنا نعرف إحنا لدرس البوسيبيليتي الاحتمالية في عنا ثلاث موديلات نستخدمهم، وأصلا الكتاب طارحهم في المنهاج، عنا must وعنا can't وعنا مين وعنا might. الآن نيجي هنا إلى موضوع آخر. أوكي الآن نشوف هنا، خلنا نناقش سؤال إعادة كتابة الجملة. هسا ممكن إنه يكون في الوزارة في السؤال اللي هو في الجمل المراد إعادة كتابتها يكون في عنا مؤشرات بتدل إنه الجملة تتكلم عن مين، تتكلم عن possibility. عنا أوكي نيجي هنا نكرر وجودهم، عنا الأولى عنا must وعنا الثانية اللي هي can't وعنا رقم ثلاثة اللي هي مين اللي هي might. نأخذ الindicators، يعني خلينا نحكي هنا أوكي هي مؤشرات يمكن وجودها في الجملة المراد إعادة كتابتها. مثلا ربما أن يكون عندنا هنا أوكي المؤشر الأول عندنا شور، ولكن شور بدنا نعرف إنها مشتركة بين أوكي بين must وبين can't وبين might. ولكن خليني أعطي أنا هنا أوكي ثلاث أمثلة بسيطة حتى نعرف كيف بميز إنه شور إذا وجدت في الجملة المراد إعادة كتابتها إنها بدها must أو can't أو might. عندنا مثال رقم واحد، عندنا I'm sure رامي is clever. في مثال رقم اثنين عندنا I'm sure رامي isn't clever. في المثال رقم ثلاثة عندنا I'm unsure رامي is clever. بنلاحظ المؤشر موجود بالثلاث جمل اللي هو عندنا شور في مثال رقم واحد، وعندنا في مثال رقم اثنين برضو شور، ومثال رقم ثلاثة برضو عندنا شور، ولكن منفية عن طريق مين؟ البريفكس اللي هو أن. تمام؟ ولكن لما نيجي على معنى الجملة، الجملة الأولى I'm sure رامي is clever، أنا متأكد أن رامي ذكي، معناته الجملة إذا وجد فيها شور وخلت الجملة من نفي معناته نتحدث عن احتمالية مين قوية، لذلك نستخدم مين المودل هو مين اللي هو must. هذا رقم واحد. لو نلاحظ في جملة رقم اثنين I am sure أنا متأكد رامي أن رامي isn't clever ليس ذكيا، طالما أجا مع شور نفي طبعا في اوكي بعدها مباشرة اوكي في الجملة معناته انا متأكد انه ليس ذكي، معناته احتمالية قوية بالنفي، لذلك نستخدم مين؟ نستخدم can't، نستخدم مين؟ can't. ولكن في المثال الاخير اوكي لو بنلاحظ عندنا هنا I am unsure رامي is clever، انا لست متأكدا ان رامي ذكي، معناته ربما ان يكون ذكي او لا، ولكن هنا بتعطينا احتمالية مين ضعيفة. ولكن نعرف انه ممكن يكون مش عندنا منفية عن طريق الان اللي هي البريفكس، ممكن تكون منفية عن طريق النات، معناته بتكون هنا نات شور، يعني معناته انشور هي تساوي نات شور، معناته طالما الاحتمالية ضعيفة معناته نستخدم مين؟ نستخدم اخواني اللي هو مين؟ مايت. نستخدم مايت معناته عندنا هنا شور وبنحكي اوكي هنا بجنبها حتى نفهمها تخلو الجملة من نفي. هذا رقم واحد. الآن الدلالة الثانية عندنا اللي هي believe، وعندنا الدلالة رقم ثلاثة اللي هي certain. هذولا مؤشرات بدل إنه عندنا توقع مين قوي، معناته هنا طبعا عندنا sure بمعنى بالتأكيد، وعندنا هنا believe بمعنى يؤمن، عندنا هنا certain بمعنى هي بالتحديد. أوكي
الآن معناته عندنا المؤشرات اللي بتدل في الجملة المعاد أو المراد إعادة كتابتها، عندنا شور وبيليف وسيرتن. نيجي بالنسبة لمين؟ لكانت، ولكن حكينا إنه برضو كانت من أحد مؤشراتها الشور، ولكن يكون النفي ماله بعدها. بنكتب هنا شور زائد مين؟ زائد not، يعني بين قوسين نفي بعدها في الجملة. عندنا أيضا كمان دلالة اللي هي عندنا اللي هي don't believe، بمعنى لا يؤمن. وعندنا أيضا دلالة أخرى اللي هي impossible، المقصود فيها هي مستحيل، برضو بتعطيني احتمالية قوية بالنفي، بتعطيني احتمالية قوية بالنفي. أما نيجي على مين؟ على المايت، واللي هو مطروح أصلا عليها سؤال إعادة كتابة الجملة في أوكي في المنهاج الدراسي في الأكتيفيتي بوك. عندنا من دلالتها اللي هي possible، ولكن فرقوا إخواني هذه impossible this is what possible. أوكي عندنا اللي هي probable، عندنا perhaps، عندنا maybe، وعندنا أيضا مين اللي هي likely، بمعنى طبعا possible بمعنى ممكن، probable بمعنى محتمل، perhaps ربما، maybe ربما، likely أيضا بمعنى مين؟ محتمل. معناته هذول المؤشرات اللي إحنا ممكن تساعدنا في إعادة كتابة الجملة أوكي عن طريق اللي هي الاحتمالية اللي هي possibility. الآن أوكي تعرفنا إحنا في الجزء الأول أوكي كيف أختار أنا المودل المناسب في إعادة كتابة الجملة على هذول طبعا أوكي الأدوات أو هذول المودل. الآن بنيجي في عنا طبعا قواعد لازم إحنا نتبعهن في عملية إعادة كتابة الجملة، يعني ما بيكون أوكي اختيارهم عشوائي أو تطبيق الجملة بشكل أوكي راندوم لعشوائي. الآن بنيجي هام نكتب القوانين التي يجب اتباعها في إعادة كتابة الجملة على قاعدة الاحتمالية. الآن عندنا ثلاث قوانين نشتغل عليهم. عندنا قانون رقم واحد بيحكي عندنا مودل زائد بلس بي بلس فيرب اي ان جي. قانون رقم اثنين عندنا مودل زائد هاف زائد فيرب ثري. عندنا قانون رقم ثلاثة عندنا مودل بلس بيس فيرب ون. الآن عندنا ثلاث قوانين لازم ننتبهها. طبعا الجزء الأول من القانون أصلا أوكي ما رح نغلط فيه، ليش؟ لأنه إحنا بنحط المودل المقصود بالثلاث قوانين بالمودل هي أحد المودلات شرحناها اللي هي عندنا must وعندنا اللي هي can't وعندنا might، وتوضع حسب مين الإنديكيترز المؤشر الموجود في الجملة. ولكن تبقى عندنا الجزء الثاني من القانون، متى إنه إحنا بنحط بعد المودل لما حطيناه، متى نضع be مع verb ing، متى نضع have مع verb 3، ومتى نضع verb 1. ولكن إخوان انتبهوا إنه البي هنا هو بي القاعدة ثابتة في القاعدة، والهاف ليست علاقة يعني ليس لها علاقة في البريزنت بيرفكت، ولكن هاف القاعدة هي ثابتة وعندنا الفيرب 1. هسا الآن بنيجي هان بنحكي لكم معناته نختار أحد القوانين الثلاثة حسب زمن الجملة المراد إعادة كتابتها. الآن هنا بنعرفكم متى بنستخدم بي مع اي ان جي. الآن حكينا المودل أنا بحطه حسب مين؟ حسب المؤشر الموجود وين في الجملة، ولكن اللي عنا بنحط بي مع فيرب اي ان جي بعد وضع المودل إذا كان زمن الجملة المراد إعادة كتابتها هو يكون زمنه اللي هو present continuous اللي هو زمن المضارع مين؟ المستمر. المضارع المستمر حتى نذكركم بقانونه اللي بيحكي عنا هنا اللي هو is
are am plus verb ing. وأيضا في عملية النفي عندنا اللي هي isn't, aren't and am not لأنها لا تختصر. الآن معناته نستخدم القانون الأول إذا كان زمن الجملة مين؟ present what continuous المضارع المستمر. الآن متى نضع have مع verb 3 بعد وضع المدل المناسب؟ إذا كان زمن الجملة عندي اللي هو past simple اللي هو زمن الماضي البسيط، والماضي البسيط قاعدته عندنا بنعرفه من شكل طبعا الفعل، إما أن يكون verb 2 في حالة الأفيرماتيف، وإما أن يكون didn't plus verb 1 in negative right didn't plus verb 1. وأيضا كمان نستخدم زمن أوكي أو هنحكي have مع verb 3 إذا كان زمن الجملة أيضا اللي هو past continuous اللي هو زمن الماضي المستمر. هنا عندنا present continuous القانون الأول، أما القانون الثاني اللي هو مين؟ الماضي المستمر. والماضي المستمر اللي هو قاعدته زي ما بنعرف اللي هو عبارة عن was أو عبارة عن where plus what verb ing، وفي حالة النيجاتيف نستخدم إما wasn't وإما مين weren't plus what verb ing. معناته عندنا القانون الثاني نستخدمه إذا كان زمن الجملة past simple or past what continuous، ولكن أيضا نستطيع أن نستخدم القانون الثاني إذا كان أوكي زمن الجملة اللي هو زمنه present perfect اللي هو المضارع مين؟ المضارع التام. present perfect المقصود فيه هو المضارع التام، والمضارع التام زي ما بنعرف قاعدته اللي هي عبارة عن has أو have زائد مين verb 3، وعملية النفي إما أن يكون عندنا hasn't وإما haven't plus what plus verb 3. ولكن نيجي على القانون الأخير، متى نستخدم الverb 1؟ هو موجود أصلا في إعادة كتابة الجملة في أوكي في المنهاج الدراسي لما كان السؤال يتطلب عندنا استخدام might. هنا نستخدم أوكي هو الverb 1 إذا كان زمن الجملة زمنه اللي هو present simple المقصود فيه هو زمن مين؟ المضارع البسيط، وكلنا بنعرف انه زمن المضارع البسيط بحكي السنجلر باخذ عندنا فير بلس اس او اي اس او اي اس حسب نهايه الفعل في حاله الافيرماتيف، في حاله البلورال الجمع نستخدم البيس فورم الفيرب 1، وبحاله النيجاتيف نستخدم اللي هي ايذر دازنت اور وات دونت بلس وات فيرب 1. ولكن عندنا ايضا نستخدم القانون الثالث اوكي في الاحتماليه اذا كان زمن الجمله ايضا عندنا اللي هو الفيوتشر سمبل اللي هو المستقبل البسيط، والمستقبل البسيط هنا المقصود فيه هو استخدام اوكي ويل، ويمكن ان تختصر دبل ال ابوستروفي بلس فيرب 1 في حاله الاثبات، او ويل نوت وتختصر ايضا اللي هي won't apostrophe plus what verb 1. معناته عندنا هنا استخدامي او لاي قانون من القوانين الثلاثه ما بيجي عشوائيا، معناته الذي يتحكم بذلك زمن الجمله المراد اعاده كتابتها.